أشهر طويلة مضت منذ أن شكلت الحكومة ما قالت إنها لجنة للتحقيق في ادعاءات وجود عمليات ابتزاز مالي يتعرض لها سائقو الشاحنات على أيدي أفراد وجنود في منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت. غابت اللجنة وغاب تقريرها لتبقى تلك التجاوزات إلى اليوم حاضرة، كما يؤكد سائقو الشاحنات الذين يتم إجبارهم على دفع مبالغ طائلة لتسهيل عملية نفاذهم للجانب السعودي، فيما يكون الانتظار خارج ما بات يعرف بالزريبة نصيب من لا يستسلم لهذا الإكراه، والانتظار هنا قد يمتد لأيام وربما أسابيع. يا سيد الناس، لنا 24 يوم، الذي بيدفع فلوس بيمشي والذي ما يدفع يجلس. هذا بالعربية الألف صيح، والظلم ما يعلم به إلا الله في ذا المنفذ. عجبك تدفع مشوك، ما عجبك الله يربحوا به. 24 يوم 28 يوم شهر هكذا يأخذها العساكر، ما حتى لين بتصير ولين بتجي، ما يعني يقول لك ادفع كذا كذا قدو. واضح يا واضح. عندما يأتي الواحد من البلاد يصل إلى نقطة السلاح ويحجزوه هناك ويدفع فلوس، الواحد يجلس 10 أيام 15 يوم 20 يوم، وفي اليوم الواحد ما تكفيه يعني 5000 6000 مصروفة. وإيش معنى من مصلحة؟ رايحين جايين على إيش؟ إذن هي المعاناة وسياسة الابتزاز تتجدد، أو بالأصح هي لم تتوقف من الأساس. يعني زحمة يوم يومين ثلاثة تمطرط، لكن أما تقعد 15 يوم تأكل حق المشوار وترجع السعودية حافي القدمين، صعبة والله صعبة. وكما فشلت خطابات سلطات المنفذ للحكومة لإيجاد معالجات لهذه التجاوزات، تفشل كذلك محاولاتنا الحصول على رد أو تعقيب من قبل القائمين على كتيبة الحماية العسكرية بشأن هذه الاتهامات الموجهة من سائق الشاحنات لهم. وعلى الرغم من أن هذه التجاوزات تعد أهم أسباب تكدس واصطفاف هذا الطابور الطويل من الشاحنات لأكثر من 40 كيلومتر، إلا أنه ليس السبب الوحيد، فإغلاق المنافذ البرية الأخرى بين اليمن والسعودية ساهم في تحويل مسارات النقل البري بين البلدين صوب معبر الوديعة. تكدس القاطرات سببه أولا كثافة العمل، هذا العمل كان يمشي في 4 منافذ، الآن يمشي في منفذ واحد. الشيء الآخر صغر المنفذ السعودي، المنفذ السعودي ليس مثل المنفذ السعودي في حرب، لهذا إذا استوعب مثلا في اليوم 100 قاطرة أو 50 قاطرة تكدس أضعافها في الشق المقابل. ومع تزايد اعتماد اليمنيين على الوديعة كنافذة برية هي الوحيدة المتبقية لهم مع العالم، ترتفع أصوات شكاوى ومناشدات سائقي الشاحنات في المنفذ، لعل وعسى أن تستمع لهم أذن الحاكم فترفع الضيم والظلم عنهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، الحدود اليمنية السعودية.